أكثر من 99% من الأردنيين يحملون الهاتف النقال، يرسلون ويستقبلون الرسائل، وأغلبهم لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت. لم يكن ذلك بالصدفة، بل هي حكاية مسيرة من العمل وخطط تم رسمها والعمل عليها على مدار 25 سنة الماضية. يقف قطاع الأردن، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن اليوم في مكانة رفيعة في المنطقة العربية والعالم. بنية تحتية متطورة بتقدم خدمات وتكنولوجيا تواكب آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات، وتقدمها للأردنيين بأسعار تنافسية عالية جداً. التطورات التي شهدها قطاع الاتصالات في الأردن كانت وما تزال لها الأثر الكبير على الواقع الاقتصادي، خاصة وأنها فتحت آفاقاً جديدة للابتكار، وكان عنصراً هاماً لجذب الاستثمار، وأسس لمرحلة جديدة من النمو والتوسع وفتح أبواب الريادة، وجعلها مثالاً يحتذى به ودوراً كبيراً في مساهمته في تعزيز الاستثمار في الأردن. العام 1994 كان عنوانه دخول عصر الهواتف النقالة، وتم منح ترخيص للشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة فاستلينك، وبعدها بعامين دخلنا عصر الإنترنت، وتم منح ترخيص لشركة سبرينت جوردن التي تحولت لاحقاً إلى جلوبال وان ثم وانادو. وفي العام 1998 أصبحت الأردن منفذاً للاتصالات الدولية بسعات هائلة، وتم توقيع اتفاقية بين شركة الاتصالات الأردنية وشركة فلاج للكوابل البحرية. وفي العام التالي كان الحدث البارز تحرير قطاع الاتصالات. هذه الإجراءات كانت الطريق السريع للحاق بالتطور الذي صاحب المرحلة الألفية التي تنوعت فيها خدمات الاتصالات بأنواعها: اتصال ثابت، متنقل، دولي، خدمات تتبع، تحديد المواقع. ونتج عنها خروج بعض الشركات التي كانت تعتمد على الاتصالات التقليدية آنذاك مثل مرسال، جيب، إكسبرس. العقد الثاني من الألفية هو الأكثر ازدهاراً بسبب الثورة في عالم الاتصالات والهواتف الذكية. أصبح العالم بفضلها قرية صغيرة، وتابع القطاع تطوره حتى حان موعد الجيل الجديد، وتم منح رخصة لتشغيل تقنية الجيل الخامس. نتائج هذا الازدهار في عالم الاتصالات ظهرت على الأرض، ففي عام 2023 وصل عدد مشتركي خدمات الاتصالات الثابتة إلى 492,000.8، 67% منها منزلي و33% منها تجاري. أما الاتصالات المتنقلة بلغ عدد مشتركيها إلى 7,861,000 مشترك بالشركات المزودة الثلاثة زين، أمنية وأورانج، 70% من المشتركين بخدمة الدفع المسبق، و30% منهم فواتير. وفي الإنترنت وصل عدد اشتراكات الإنترنت الثابت إلى 805,434 مشترك، وخلال أشهر وصل عدد اشتراكات الإنترنت 5G إلى 2,872 اشتراك. العالم قرية صغيرة، من لا يواكب التكنولوجيا سيتأخر عن العالم، إن لم تطبق الذكاء الاصطناعي ستكون خارج المنافسة. هكذا هو العالم الذي نعيشه على الأقل في آخر 25 سنة. تطورات متسارعة وتغيرات كبيرة في شكل الحياة التي يعيشها العالم، لكن الواقع يقول استطاع الأردن اللحاق بها، بل واستطاع تطويرها والمساهمة في تعزيزها. وراء ذلك كله دعم متواصل واستراتيجيات عابرة للحكومات المتعاقبة لإيلائها الاهتمام اللازم حتى يسير الأردن بنفس السرعة. وهكذا كان القطاع الذي ربط العالم وجعله حرفياً قرية صغيرة. تغيير في اسم الوزارة يأتي استجابة للمتغيرات العالمية اللي عم بتصير حالياً. يعني الكل بيعرف أن العالم عم بيعيش حالة كبيرة من التحول، مفاهيم جديدة في الاقتصاد، في التجارة، في الوظائف، في الصحة، في النقل، في التعليم. هذه المفاهيم الجديدة بتتطلب تطور من نوع مختلف في البيئة الداعمة لهذا التحول،
اللي على رأسها البنية التحتية الأساسية والخدمات الأساسية اللي بتقدمها الحكومة في مجال تكنولوجيا المعلومات، لأنه جميع المفاهيم الجديدة تبنى على أو عمودها الفقري هو تكنولوجيا المعلومات أو العالم الرقمي والعالم الافتراضي والإنترنت وتطور استخدامات الإنترنت. نسبة وصول الخدمات للأردنيين عالية جدا، نسبة التغطية على مستوى المملكة تعتبر من الأفضل، ومنوصل لحوالي 97% أو 98% من المناطق المأهولة في السكان، واستثمارات هذا القطاع في المليارات خلال 20 سنة اللي مرقوا، سواء كان في تحديث البنية التحتية أو تبني التقنيات الحديثة، وهذا الشيء اللي ساعد كمان ليس فقط على تطور قطاع الاتصالات، ولكن قطاع الاتصالات كان مساهم مباشر في عملية التنمية الاقتصادية ومساهم غير مباشر في دعم نمو وتطور كثير من القطاعات الأخرى، ومنها وعلى رأسها قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، اللي لولا وجود هذا النضج في شبكة الاتصالات والبنية التحتية الخاصة بالاتصالات كان ممكن سيكون من الصعوبة جدا أنهم يقدروا يوصلوا بأفكارهم إلى ما وصلت إليه. مواكبة التطور دائما ما يواكبها تطور في حجم الاستثمار، ففي عام 2018 بلغ حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات إلى 93 مليون دينار، وفي العام التالي بلغ 178 مليون دينار. العام 2020 عام الجائحة، انخفض حجم الاستثمار بما نسبته 18% ووصل إلى 145 مليون دينار. وفي العام 2021 شهد الاستثمار في قطاع الاتصالات قفزة كبيرة وبلغ 325 مليون دينار، وتابع الارتفاع في عام 2022 وبلغ حجم الاستثمار إلى 341 مليون دينار. الإنترنت لن يقتصر على العاصمة، والإدراك العام أن المستقبل سيكون رقمياً عاجلاً أم آجلاً، فكانت المشاريع من أجل إيصال الإنترنت إلى المناطق الريفية لتقليل الفجوة الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي. ومع هذه الحياة الرقمية التي فتحت أبوابها، فتح الباب أمام المبادرات وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودعم الشركات الناشئة. التحديات الواحد بواجهها لما بيجيب من شركة هي كثيرة. لما الواحد يبلش بيكون مش عارف شو اللي راح يكون قدامه. واحد بيعرف إنه الرحلة ممكن تكون صعبة، لكن ما بيعرف شو الصعوبات وشو نوعها اللي راح يصطدم فيها. لكن الرحلة هي مطبات، واحد لازم يعدي عن هاي المطبات. اللي احنا شفناه بطريقنا مشاكل ممكن كانت صارت في نمو الشركات بمنطقة فيها بلاد كثيرة زي المنطقة العربية، متفرق عن بعضها، فيها حدود، الواحد لازم يأسس بأكثر من بلد، التكلفة مرات ممكن تكون عالية، وكيف بأنه احنا نقدر نفكر بشكل نقدر نمحي هاي الحدود ونقدر نوفر خدمة يكون الزبون بده إياها والشركات بدها إياها كمان. فالتحديات كانت مثلا ممكن تكون لها دخل في النمو، ممكن يكون لها دخل في إدارة الشركات، وتعلمنا من أخطائنا اللي وصلتنا لهذه المرحلة. مقصد توفر محادثات ذكية بقوة اللغة العربية. إيش يعني هذا؟ يعني معناته احنا نوفر سيستم متكامل للاتصالات بشكل سحابي خلال دقائق. أي شركة ممكن يكون عندها سيستم عالمي بيقدرهم يتواصلوا فيه مع عملائهم ويستقبلوا منهم مكالمات بأكثر من 200 مدينة حول العالم. هذا بالماضي كان إشي فقط مكرس للشركات الكبيرة. اليوم احنا عملناه بشكل جديد، ما بحتاج أي هاردوير أو أي أجهزة تتركب، بأسرع سرعة وأقل تكاليف صارت كل شركة، إن كانت حكومة حتى أو يعني شركة كبيرة أو حتى شركة ناشئة، يقدر يكون عندهم إشي ممكن يساعد في النمو الاقتصادي تبعهم بشكل أسرع وأفضل، ويقدر يخدموا بشكل أفضل كمان. الرؤية الملكية بشكل عام كانت داعمة بشكل كبير للمشاريع الناشئة بالأردن بشكل خاص والوطن العربي كمان. كثير شركات في الماضي طلعت من الأردن، وحتى تم الاستحواذ عليها من شركات عالمية للأردن. بالنسبة لنا احنا شخصيا جلالة الملك يعني مشكور طبعا بدعمه من أول يوم، التقى فينا أكثر من مرة على بعض المشاريع اللي احنا سويناها. مثلا وقت حجر الكورونا عملنا سيستم من خلال مقسم اللي قدرنا فيه نقدر نشغل كل الخطوط الساخنة بدكاترة وكمان مواطنين يقدروا يتكلموا ملايين مكالمات بين بعض بشكل آمن وكامل، يقدروا ياخذوا استشارات عن مرض الكورونا بشكل عام. والحمد لله أنه كرمنا على هذا الشيء. جلالة الملكة كمان زارتنا وشرفتنا بعد ما أخذنا واحد من أكبر الجوائز العالمية السعودية، إجت على مكتبنا في عمان، وهذا كان محفز كبير لنا. وكمان ولي العهد التقى فينا أكثر من مرة لنحكي عن قدرة الشركات الأردنية أنها تطلع لباقي المنطقة وحتى العالمية. الحمد لله قدرت مقسم توفر فرص وظيفية كثيرة بأكثر من بلد. بالأردن اليوم بنوظف حوالي 80 شخص،
عندنا كمان مكاتب إقليمية في مصر وكمان في السعودية الآن والإمارات، وعم نتوسع أكثر وأكثر. أهم شيء إحنا عندنا إياه هو أن يكون معنا الناس اللي مآمنين في الرسالة اللي عم تحاول تخدمها مقسم، ويكونوا هم جزء من النمو اللي إحنا عم نلاقيه. والحمد لله يعني القدرات الموجودة في بلادنا شيء مبشر جداً. بطبيعة الحال اليوم إحنا بنعيش بعالم متطور بشكل كبير، خاصة في مجال التكنولوجيا. اليوم مقسم تميزت بأنها تكون واحدة من أوائل الشركات اللي قدرت هي تحقق نجاحات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي باللغة العربية. عم نتميز إنه مش بس المنتج الأساسي اللي عندنا إياه بدري وصل للعملاء مع الشركات اللي تواصلوا معاها والعكس، بس كمان قادرين إنه إحنا نوفق الذكاء الاصطناعي كمان ليقدر هو يساعد المندوبين الموجودين جوات الشركات ما يقدر يخدموا الناس بشكل أفضل. أنا مروة البوليز، رئيسة قسم الموارد البشرية بشركة مقسم. الحمد لله بشركة مقسم تمكننا بتوفير عديد من الوظائف على مستوى الوطن العربي بشكل عام، خصيصا بدول الأردن، السعودية ومصر والإمارات، والحمد لله عم نطمح لتوسع أكبر بالدول العربية المجاورة أيضا. داخليا خلينا نحكي بشركة مقسم، مكننا كمان بتوفير عدة فرص للتقدم الوظيفي لموظفينا، فصار أصبح في هنالك أكثر اختصاص لموظفينا، وهذا وفر فرص تقدم وظيفي لكثير من موظفينا الحاليين. من خلال إيماننا المشترك كموظفين وفي إدارة شركة بأهمية التواجد العربي بمشاريع ريادية بتفيد المجتمع العربي بشكل عام، مكننا من استقطاب العديد من المواهب من عدة دول عربية لمشاركتنا برحلتنا. أنا نور محمد، بشتغل كاستمر سبيشالست بمقسم. اليوم انا كثير مبسوطه اني بشتغل بمقسم. بصراحه الشغل بمقسم كثير اضاف لي سواء على الصعيد العملي او على الصعيد الشخصي. على الصعيد الشخصي انا كثير مبسوطه وممتنه اليوم للكلتشر الموجوده عندنا بمقسم، سواء من ناحيه الفلكسبيليتي الموجوده، من ناحيه انه كلنا بالفريق عندنا راي ودائما عندنا انبوت نقدر نشاركه، وكنا نشتغل مع بعض كفريق واحد. على الصعيد العملي انا كمان كثير مبسوطه انه انا كنت جزء من الجروث تبع هاي الشركة وبلشت معها لما كانت هي لسه بأول المراحل. يعني هذا الإشي كثير أضاف لي من ناحية إنه إحنا يعني أنا وجميع زملائي قدرنا إنه نشوف كيف البرودكت عم بكبر يوم عن يوم، كيف الفريق عم بكبر، وقدرنا نتعلم من كل هاي التطورات اللي صارت خلال هاي الفترة. تأسست شركة كريستال في عام 2007، حيث انبثقت الفكرة من عدة أشخاص من بعد دراسة متعمقة للسوق الأردني، وحيث ساعدت الأردن من تطور الاتصالات فيها والبنية التحتية لإنشاء هذه الصناعة في الأردن. وكانت الفكرة من المشاريع الناجحة، حيث كانت في البداية هناك صعوبات في إقناع الشركات والمؤسسات في فكرة مراكز الاتصال أو الخدمات المساندة لمراكز الاتصال، والحمد لله رب العالمين تم تشغيل أول مشروع في عام 2008 كان من خلال الحكومة الأردنية لإطلاق خدمة مراكز الاتصال لمشروع مركز الاتصال الوطني. ومن ثم بدأت الفكرة تتعمق بالداخل الأردن، وساعدت البنية التحتية أيضا للتطوير بشبك أنظمة وربط الشركة ومراكز الاتصال، مركز الاتصال الخاص بشركة كريستال مع جميع الجهات المعنية مع الدول المجاورة من خلال ربط MBLS وليز لاين وخطوط الاتصال BRI والسيب تكنولوجي، ومن هذا أدى إلى رفع مكانة الشركة في السوق المحلي. واليوم تحتل الشركة مكانة متميزة بين شركات مراكز الاتصال في المنطقة، حيث أن عدد الموظفين اليوم في الشركة يتجاوز 1800 موظف، وهناك تدريب كامل لكافة الموظفين، حيث نقوم بتعيين خريجين الجامعات الأردنية وكليات المجتمع، ونقوم بتدريبهم وصقلهم في مجال خدمات الاتصال ومهارات الاتصال والمحادثة وحل المشاكل والتعرف على جميع الأنظمة الخاصة في المركز من خلال التدريب المستمر والمتابعة الحثيثة من قبل الكادر المتخصص في الشركة. وقد تشرفنا بزيارة جلالة الملكة رانيا العبدالله
في عام 2019 إلى مبنى الشركة، وكان له دافع كبير لجميع العاملين بالشركة، حيث قامت جلالة الملكة بزيارة الشركة في جميع الطوابق وقامت بالسلام على جميع موظفينها، وهذا مما أدى إلى دافع معنوي كبير للموظفين، وزاد من عملية جذب استثمارات للشركة من الخارج. وفي عام 22 قام سمو ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله حفظه الله ورعاه بافتتاح مركز الشركة الخاص في مدينة العقبة، واليوم مركز الشركة في العقبة يقوم بتشغيل ما يقارب 180 موظف من خريجين الجامعات وكليات المجتمع، وحيث نقوم بنفس الطريقة اللي نقوم بها بعمان بالتدريب والصقل الموظفين وتجهيزهم لتقديم خدمات الاتصالات في منطقة العقبة. تقدم شركة كريستال خدماتها لشتى المجالات والقطاعات، من قطاعات الاتصالات والقطاعات الحكومية والخدمات، حيث نقوم بتقديم خدمات بالإنابة عن زبائننا والزبائننا مثل شركة أورنج وقطاعات حكومية مثل أمانة عمان وخدمات الكهرباء والمياه ومطار الملك علياء. ومن زبائننا نقوم بالتقديم خدمات بالإنابة عنهم عالميا مثل شركة سامسونج ولاند مارك جروب. أنا أحمد الشنطي، كونتاكت سنتر تيم ليدر بشركة كريستال. الشركة وفرت لي كثير من مميزات من ناحية تدريب، تطوير وظيفي، تطوير مهني، اهتمام بالموظف، مما أدى أني أترفع بحالي وأطلع بالبوزيشن من بوزيشن لأعلى. أنا حالياً فخور أني بشتغل بشركة كريستال، لأنه فعلياً الشركة منافسة مش على مستوى الوطن حتى عالمياً، بتخلي الموظف أنه يظل ويثابر حاله ويطمح أنه يتطور فيها بنفس الشركة نفسها. وهذا دليل أنه عدد الموظفين، التطور عند الموظفين، المزايا اللي بخذها الموظف وكثير أشياء. أنا سلام علونا، كاستمر سيرفيس في شركة كريستال. هاي الإكسبيرينس كثير مهمة بالنسبة إلي، طبعاً علمتني مهارات كثيرة علشان أدخل في سوق العمل لأكون جاهزة أكثر لهذا البوزيشن. طبعاً صقلت لي شخصيتي جداً من خلال عرفتني على مهارات جديدة، من انضباط، من تقدير الوقت، من أيضاً communication skills والتعرف على جنسيات أخرى والتفاعل معها، لأكون أيضاً فاعلة أكثر لأفيد المجتمع بشكل أكبر، ولأكون أيضاً جاهزة لسوق العمل. التطورات التي شهدها قطاع الاتصالات في الأردن كانت وما تزال لها الأثر الكبير على الواقع الاقتصادي، خاصة وأنها فتحت آفاقاً جديدة للابتكار، وكان عنصراً هاماً لجذب الاستثمار، وأسس لمرحلة جديدة من النمو والتوسع وفتح أبواب الريادة، وجعلها مثالاً يحتذى به ودوراً كبيراً في مساهمته في تعزيز الاستثمار في الأردن.